السلام عليكم يا شباب، انتوا محتاجين مايك ولا الصوت واصل؟ محتاج مايك؟ طيب، قبل ما نبدأ إن شاء الله، كان حد من زمايلكم المحاضرة اللي فاتت سأل على الريفرنس اللي هنشتغل منه أو اللي احنا شغالين منه. فإحنا شغالين في النويز من تو ريفرنسز، اللي هو الاولاني اللي هو اسمه جراي اناليسيس اند ديزاين اوف انالوج انتجريتد سيركت شابتر 11، وروزالي ديزاين اوف انالوج سي موس انتجريتد سيركت. بس احنا طبعا يعني ملحوظه عامه، احنا ما بنمشيش من ريفرنس لاين باي لاين، فانت لازم تحضر المحاضره عشان تعرف ايه اللي اتقال، لان الريفرنس بيبقى فيه حاجات دايما كتيره قوي. يعني الحاجه الثانيه بالنسبه للاوفيس اور، انا ببقى موجود بعد المحاضره شويه لو حد عنده اسئله، وممكن برضو لو عايزين اونلاين اوفيس اور او حاجه ممكن تبلغوا المندوب بتاعكم وهو يقول لي ونعملها عن زوم لو ده مناسب ليكم. المحاضره اللي فاتت ادينا انترودكشن عن النويز، واتكلمنا مني عن حاجتين، اللي هي راجعنا شويه رياضه دي حاجه، والحاجه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عن مصادر النويز المختلفه في الالكترونز عندنا، كانت ثيرمال وشوت نويز فليكر، واتكلمنا سريعا عن البيرست والافالانش، قلنا ان هو مش مهم قوي في الكورس بتاعنا. حد عنده سؤال في المحاضره اللي فاتت قبل ما نبدا؟ نعم. الفليكر نويز باختصار، هشوف لو عندي المحاضره اللي فاتت. هو احنا يا شباب بس عشان نبقى متفقين ان احنا مش النويز دي زي ما احنا قلنا موضوع كبير، واحنا بنغطي قشور فقط. فلو انت عايز تفهم الفليكر، خليني دي محاضره رقم، بص كل اللي انا عايزك تعرفه في الفليكر نويز ان بيبقى الماتيريال اللي احنا شغالين بيها بتبقى كونتامينيتد، يعني فيها شوائب. كويس. الشوائب دهيت بتعمل زي ترابس، مصيده. المصيده دي يعني تيرم المفروض تعرفه بعد كده في الديفايسز. باختصار يعني ايه؟ يعني انت لو انت عندك الكترون المفروض يمشي من السورس والدرين، وانت عندك الماتيريال دهيت مليانه كونتامينيشن فبيبقى فيها مصيده. فايه اللي بيحصل؟ المصيده دهيت بتاخد الالكترون اللي هو هيعدي. كويس. دي اول معلومه. بعد كده بيعمل لها ريليز راندوم، فهو بيسموها زي كاتش اند ريليز، فهو بياخد الالكترون بشكل عشوائي وبعد كده بيسيبه تاني في توقيت راندوم. فالبروسيس دهيت هي اللي بينتج عنها الفليكر نويز. وزي ما انت يعني، هو طبعا احنا ما بنثبتش المعادلات دهيت، فهو ده الانتويشن اللي احنا عايزين نعرفه في الفليكر نويز. تمام. الباور بتبقى اكتف ولا ايه؟ بالظبط. احنا هنشوف مسائل، وهنشوف النهارده برضو النويز. يعني دي كده بدانا دي بدايه المحاضره دهيت، فاحنا هنتكلم عن النقطتين دولت النهارده ان شاء الله. طيب النهارده عايزين نتكلم عن ايه؟ انا عارف يا شباب ان المحاضره اللي فاتت كانت نوعا ما تقيله، عشان فيها حاجتين غراب بالنسبه لكم، فيها رياضه واحنا لما انا شرحتها بالكونسيبت بتاع سناب شوت، يعني ما بقولش اثبات الحاجه اللي انا شرحتها، فدي ممكن تبقى بالنسبه لبعض فيكم بعض زمايلكم انها ما بتبقاش حاجه مريحه قوي، بس ما كانش ينفع نخش بالتفاصيل لان في كورسات ثانيه كامله هتتكلم عن التفاصيل بتاعت الرياضه. الحاجة التانية إن معظم الحاجات اللي في النويز بتبقى جاية اكسبيرمنتال. يعني إيه اكسبيرمنتال؟ يعني هو بيعمل موديل بناء على اللي شافه، ففي حاجات كتيرة في المحاضرة النهاردة حتى ملهاش إثبات، فدي برضو بتبقى حاجة نوعا ما مش متعودين عليها قوي يعني. طيب المحاضرة النهاردة عايزين نتكلم عن ثلاث حاجات أساسيين. أول حاجة عايزين نمسك كومبوننت كومبوننت في الالكترونكس عندنا، ونشوف ايه
الموديل بتاع النويز دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عايزين نعرف ازاي نتعامل مع مسائل النويز، افكر فيها ازاي وايه الخطوات اللي انا امشي فيها فروم اي تو زي. اخر حاجه ويمكن دي اهم حاجه، دي بقى اللي انتوا هتبداوا تفوقوا فيها، ايه الاسئله المتوقعه في النويز. يعني انا لو عندي مساله نويز ايه اللي انا المفروض احسبه وايه نوعيه الاسئله اللي احنا هنشوفها ان شاء الله. طيب نبدا ان شاء الله. اول حاجه الريزيستور. فالريزيستور زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت في الثيرمال نويز، واحنا قلنا الموديل بتاعها حاجه من اتنين، اما اللي احنا نحطه كفولتج سورس، والفولتج سورس ده هو المين سكوير فاليو بتاعته قيمتها 4 كي تي ار في دلتا اف، او لو المساله اسهل لي ان انا احول الفولتج ده لكرنت سورس عادي، ده الايكويفالنت فاليو يعني 4 كي تي على ار. زميلكم هنا كان بيسال طب الاندكتور والكاباسيتورز دول ما لهمش نويز الا في حاله واحده بس، لو كان ليها جزء ريزيستيف يعني بارازيتك، فساعتها هتتعامل معاه كانه ريزيستنس. دي حاجه الاندكتور او الكاباستور زي ما احنا قلنا مش هيبقى ليهم نويز الا لو ليهم بارازيتك ريزيستنس، فانت دي تتعامل معاها كانها ريزيستنس ان سيريس عادي جدا، وليها الموديل اللي احنا اتكلمنا عنه السلايد اللي فاتت. تعالوا كده نبدا بحاجه بسيطه. لو احنا عندنا نتورك ار سي عاديه جدا، ازاي والمطلوب فيها حاجتين، اللي انا عايز احسب النويز سبيكتروم وعايز احسب ايه التوتال نويز باور. ايه اللي انا محتاجه، ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها في حل المساله دهيت. اول حاجه اشوف ايه هنا اللي بيعمل لي نويز، ايه هنا اللي بيعمل نويز في السيركت، الريزيستنس. طيب دي اول حاجه، الكاباستور ملوش نويز، فاول حاجه هتحط الموديل بتاع النويز في الحاله دهيت. احنا قلنا ايه، ممكن تحطه كفولتج سورس او ممكن تحطه ككرنت سورس. هنا اسهل لي ايه، فولتج سورس، لان هي كل حاجه ان سيريس. فدي اول خطوه اللي احنا شفناها في الرسمه اللي على اليمين. طيب ايه القاعده اللي انا استخدمها عشان احسب الاوتبوت نويز اللي احنا قلناها المحاضره اللي فاتت؟ القاعده كالاتي، اللي احنا قلنا لو انا عندي ترانسفير فانكشن اتش اوف اف وعندي باور سبيكترال دنسي للسيجنال اللي داخله، فلو انا عايز احسب الباور سبيكترال دنسي للاوتبوت هيبقى هو حاصل ضربه. فالانبوت عندي هو عباره عن النويز بتاعه الريزيستنس اللي هي 4 كي تي ار، فده باور سبيكترال دنسي، واقدر ارسمه فانكشن في الفريكوانسي. طب يبقى انا فاضل ان انا اعمل ايه؟ فاضل ان انا احسب الترانسفير فانكشن من الاوتبوت للانبوت ده هو، واجيب الماجنتيود بتاعها اربعه واضربه في الباور سبيكترال دنسي للسيجنال اللي داخله، ويبقى كده ايه، جبت الاوتبوت بتاعي. تمام، واضح يا شباب؟ فدي سمبل ار سي نتورك، ادي الار وادي السي وادي الاوت وادي الانبوت، احنا هنا مسميينه في ام ار ودي سي، دي بوتنشال ديفايدر عادي اللي انتوا متعودين عليه. فلغايه دلوقتي احنا بنعمل سيركت عاديه ملهاش علاقه قوي بالنويز يعني.
في اوت على في ان هتساوي ايه؟ هتساوي 1 على جي اوميجا سي على ار زائد 1 على جي اوميجا سي. انا هنا بس حسبت البوتنشال ديفايدر ده اهو. الخطوه الثانيه دي فانكشن في فريكوانسي، فهي دي ترانسفير فانكشن. اجيب ماجنتيود الكلام ده، الكلام ده كومبلكس كوانتيتي، فانا عايز اجيب الماجنتيود بتاع الكلام ده اهوت، وبعد كده اربعه، وبعد كده اضربه ايه في الانبوت باور عندي اللي هو 4 كي تي ار. يبقى انا كده حسبت الباور سبيكترال دنسيتي للسيجنال اللي خرج. اي سؤال؟ ولو انتوا عاوزين تعملوها جرافيكال اضرب الكيرفين دول في بعض، عندك ال 4 كي تي ار دي اللي داخله وتضرب في ترانسفير فانكشن دهوت، هيطلع لك ايه الشكل دهوت. انا كده حسبت الباور سبيكترال دنسيتي فانكشن في الفريكوانسي. طب اعمل ايه لو انا عايز اجمع الباور في كل الفريكوانسيز؟ هنعمل انتجريشن. فيبقى انا هعمل انتجريشن للايكويشن اللي فاتت علشان احسب التوتال اوتبوت باور. هعمل انتجريشن من صفر لانفينيتي. امشوا في الانتجريشن ده للاخر، هتحتاج المعلومه دهيت الهنت دهوت ان انت لو عندك 1 على 1 زائد اكس سكوير محتاج 10 انفرس بيساوي 10 انفرس اكس. انا مش همشي في الانتجريشن ده، تعرفوا تعملوه في البيت في الاخر خالص لما تانتجريت وتعمل تعوض انفينيتي وصفر هيطلع لك ان الاوتبوت باور كي تي اوفر سي. لو انت عايز تحولها لار ام اس فاليو فانت هتاخد الجذر التربيعي للكلام دهوت. ده اللي احنا قلنا العلاقه ما بين الباور والار ام اس فاليو، ان انت هتاخد السكوير روت بتاع الكلام. احنا المحاضره دي زي ما انتم شايفين هنبدا نطبق الحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي هي يعني ايه كورليشن ويعني ايه ار ام اس والكلام ده. في حد هنا شايف حاجه غريبه في المعادله دهيت؟ ان الباور في النهايه تطلع كي تي اوفر سي. بالظبط، ان انا ان احنا قلنا ان النويز اصلا جاي من الريزيستنس، بس في الاخر خالص لقينا ان هي معتمده على الكاباستنس وما فيهاش ريزيستنس. الكلام ده ليه تفسير ولا ملوش تفسير؟ هو الحقيقه هو ملوش طبعا، يعني انت ما كنتش هتتوقع حاجه زي كده، بس هي ده النتيجه. ليه؟ ممكن نرجع للمعادله اللي فاتت دي، ممكن نفهمها جرافيكال. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ده الاوتبوت النهائي 4 كي تي ار والباندويث. فلو انا زودت الريزيستنس ايه اللي بيحصل؟ القيمه دي هتزيد، 4 كي تي ار هتزيد، بس الكات اوف فريكونسي هنا بيساوي كام؟ بيساوي كام من خبرتكم في البوت بلوت؟ ده عندك سنجل بول سيستم، فانت هيحصل الرول اوف ده عند فريكونسي كام؟ 1 على ار سي، مظبوط؟ فاللي هيحصل اللي انت كل ما بتزود الريزيستنس فصحيح ان هي بتزيد في الجزء دهوت، بس الباندوث بتاعها بيصغر. فده فبالتالي الانتجريشن في النهايه هو الاريا تحت الكيرف، فهتلاقي ان هم لو انت مثلا عندك ده 4 كي تي ار وعندك ده 1 على ار سي، فانت كل اللي انت بتعمله لو انت مثلا زودت الريزيستنس صحيح ان هي زادت هنا، بس هيحصل الرول اوف بدري. فانت لو جيت تحسب الاريا هنا هتلاقيها هي هيها ايه الاريا في الكيرف الاولاني. اي سؤال؟ نعم؟ الاريا في الكيرف ده هوت لو انت جيت تحسب الاريا الجديده اللي انت لو انت زودت الريزيستنس هتطلع هي هي بتساوي الاريا القديمه لو انت كانت الريزيستنس قليله، لان انت زي ما تكون ايه بتلعب في الكيرف. اللي انت مثلا لو تخيل مثلا انت قللت الريزيستنس ايه اللي هيحصل؟ اللي هتبدا بقيمه قليله، مظبوط؟ فهتبدا بحاجه زي كده، بس 1 على ار سي مالها؟ بتزيد، فانت هتلاقي الكيرف عامل حاجه زي كده. فالاريا في كل الكيرفات اللي انا رسمتها دهيت هي هي، لان الانتجريشن هو الاريا تحت الكيرف، فانت بتزوده في حته وتقلل البند، زود القيمه بتاعته وتقلل البند، سؤال العكس. طيب تعالوا نناقش حاجه ثانيه. احنا دلوقتي اتعاملنا مع سيركت بسيطه فيها مثلا ريزيستنس واحده. طب افترضوا ان انا عندي نتورك كبيره وفيها ريزيستنس كتيره جدا، احسب الاوت بتاعها ازاي؟ تعالوا نشوف.
هنا مثلا في تو ريزيستنس ار 1 وار 2 هنا متوصلين ان بارلل. يبقى الاحسن لي ان انا لما اجي اعمل وهنا برضو نفس المطلوب اللي انا عايز احسب الاوتبوت نويز في الحاله دهيت اسال لي اعمل الموديل بتاعها فولتج ولا كارنت كارنت لان هما ان بارلل. فده اللي احنا عملناه اللي احنا حطينا كل ريزيستنس ار 1 معاها اي ان 1 وار 2 معاها اي ان 2 والقيم بتاعتهم ايه زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فاتت 4 كي تي على ار تمام. وبعد كده عايز احسب الاوتبوت نويز. طيب فانا هنا عندي زي المسألة اللي فاتت بالظبط هعمل ايه؟ هقول ان التوتال كرنت ما هي عندك تو ريزيستنس ار 1 بارلل ار 2 وعندك تو كرنت سورسز واحنا قلنا ان الاتجاهات بتاعتها ما بتفرقش حاليا يعني اي ان 1 وعندك اي ان 2. فلو انا عايز احسب الاوتبوت فولتج هقول ايه؟ هقول ان عادي ده جراوند هيبقى بيساوي التوتال كرنت في التوتال ريزيستنس فهيبقى الفي اوت بيساوي اي ان 1 زائد اي ان 2 مضروب في التوتال ريزيستنس. بس خلونا بس نناقش حاجه الاول. المره اللي فاتت احنا قلنا ان في كورليتد نويز وان كورليتد نويز. هنا التو نويز سورسز دول كورليتد ولا ان كورليتد؟ ليه ان كورليتد؟ تعرف منين هما كورليتد ولا ان كورليتد؟ بالظبط. بس انت بقى هنا لو عايزين نترجم الكلام ده في الالكترونكس هنترجمه ازاي؟ لو عندك تو ديفرنت كومبوننت فدول uncorrelated لان الريزيستنس الاولانيه ملهاش علاقه بالريزيستنس الثانيه. فيبقى كده النويز اللي جاي من الريزيستنس الاولانيه ملهاش علاقه بالنويز الثانيه يبقى دول uncorrelated. ده اول طريقه. الحاجه الثانيه ان انت لو انت النويز نفسها جايه من ديفرنت ميكانيزم دي برده بتبقى uncorrelated في الغالب. فانا مثلا لو انا حتى عندي نفس الكومبوننت وبيطلع مثلا ثيرمال نويز وفليكر نويز وهكذا دول برده طالما ان هم ديفرنت ميكانيزم يبقى دول برده بعتبرهم uncorrelated. دي اول حاجه. المره اللي فاتت قلنا لما انا عايز اجمع uncorrelated sources اجمعهم ازاي؟ اجمع باور. مظبوط. يبقى انا لو انا عايز احسب النويز التوتال على طول انا عارف ان هم uncorrelated فيبقى بالتالي التوتال كرنت هيساوي اي ان اي اللي هو مين سكوير طبعا بيساوي اي ان 1 المين سكوير بتاع السورس الاولاني زائد المين سكوير بتاع السورس الثاني. تمام؟ دي كده اول حاجه. وبعد كده لو حبيت احسب الفولتج فالفولتج هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الكرنت ده هو في الريزيستنس بتاعتي. فهيبقى الفي اوت هو عباره عن المين سكوير فاليو بتاعته هو بيساوي الكرنت ده هو اللي هو بيساوي 4 اللي هو مثلا اي ان 1 سكوير زائد اي ان 2 سكوير كل الكلام ده هو مضروب في البارل كومبينيشن ده هي ار 1 بارل لي ار 2 بس هتبقى سكوير. تمام؟ يبقى انا كده قدرت احسب الاوتبوت نويز ك فولتج كوانتي او مين سكوير فاليو في الاوت. لو جيت تعوض بالكومبوننتس دهيت هيطلع ان هو بيساوي 4 كي تي في 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2. لو مشيت الايكويشنز دي هتطلع التوتال كرنت بالشكل ده. ده التوتال كرنت ولو انت حبيت تحوله لفولتج هتضرب فيه الريزيستنس يعني. طيب هنا في ملحوظة. أنا هنا لما أنا جيت أحسب التوتال نويز كرنت طلع 4 كي تي في 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2. ده عبارة عن إيه؟ مش الترم دوت اللي هو ار 1 بارل 2 ار 2 مظبوط؟ طيب فأنا هنا هنلاحظ حاجة. هنلاحظ إن أنا كنت ممكن المسألة دي كنت ممكن أمشيها بطريقين اللي أنا أمسك ريزيستنس وأحط لها
الموديل بتاع النويز واحسب الابوت نويز في الاخر خالص، دي طريقه. او ان انا اقول لا، انا ممكن ابسط المساله في الاول واقول ان انا كان عندي في الاول ار1 بارلل ار2 واحسب لها النويز، هتطلع هي هي. لو انت كنت بادي ان انت عندك البار كومبينيشن ار1 بارلل ار2، فانت النويز بتاعتها هتطلع هي هي لو انت مسكتهم ايه واحده واحده وجمعت في الاخر. فيبقى القاعده العامه لو انت عندك باسيف نتورك فيها ريزيستنس كتير قوي، ما تقعدش تمشي كومبوننت كومبوننت وتقعد تحط لها ايه الموديل بتاعها، جمع وفي الاخر خالص احسب النويز للاوتبوت ريزيستنس بتاعتك. واضح يا شباب؟ طب دي كده ملحوظه جانبيه، خلونا نشوف. لو انا مثلا عندي النويز اكسبريشن بالشكل ده، ازاي احسن النويز بتاعتي؟ ايه الطرق اللي انا ممكن اعملها عشان احسن النويز؟ الريزيستنس افترض ان هي جيفن، لان في الغالب هتلاقي الريزيستنس جيفن مثلا انت عايز تعمل ديزاين فانت عايز الريزيستنس قيمه معينه. ايه تاني تقدر تعمله؟ نعم؟ تقلل التمبريتشر، مظبوط. الكلام ده سهل ولا صعب؟ اللي انت تبرر صعب، بس ده اللي بيستخدموه. لو انتوا سمعتوا عن الكوانتم كومبيوتنج، حد سمع عنه حاجه؟ لو انتوا سمعتوا عن الكوانتم كومبيوتنج، ده بيستخدموا التريك دي فعلا، ان هم بيبردوا الالكترونكس لدرجه حراره بتبقى قليله جدا، بتبقى قرب الزيرو. انا اشتغلت شويه في الحاجات دي، فانا بس عايز اقول لكم ان اللي انتوا بتاخدوه ليه علاقه بالواقع، يعني مش كومبليتلي ديفرنت. فاللي بيحصل في الكوانتم كومبيوتنج اللي انت بتبقى بتبرد الالكترونكس بتاعتك جدا لدرجه حراره مثلا بتوصل قرب الزيرو كلفن، فالنويز بيرفورمانس بتاعها بيبقى كويس جدا. فده بتقدر تحصل، يعني ده طبعا جزء من السيستم يعني، فبتقدر تحصل منه على بقى ايه سرعات كبيره جدا. وبرده ده بيستخدموه في الاسترونومي اللي هو علوم الفضاء. لو انت مثلا عايز تديتكت سيجنال من الفضاء او حاجه، فالسيجنال دي بتبقى ضعيفه جدا، فلازم تبرد الالكترونكس بتاعتك لدرجات قليله جدا. الكومبوننت اللي بعدها، احنا خدنا دلوقتي الريزيستنس، الكومبوننت الثانيه عايزين نتكلم على الدايود. احنا قلنا المره اللي فاتت لو انت عندك بي ان جنكشن، فدي بيبقى معاها نويز اسمه ايه؟ حد فاكر؟ شوت نويز، مظبوط. بس في نويز ثانيه برضو بتظهر مع الدايود اسمها او يعني اللي هي الفليكر نويز. فانت احنا اتكلمنا شويه المره اللي فاتت اللي انت قلت الموديل الطبيعي ان هو كان ريزيستنس، بس احنا هنموديل النويز بتاعه هنموديل النويز ككرنت سورس ان بارل، والمين سكوير فاليو بتاعته هي جزئين. الجزء الاولاني ده شوت نويز اللي احنا معتمد على دي سي كارنت، وجزء ثاني فليكر نويز اللي احنا قلنا احيانا الناس بتسميه اللي هو 1 اوفر اف نويز، لانه بيتناسب عكسيا مع الفريكونسي. طيب نيجي بقى للجزء الاساسي في الترانس عندنا اللي هو الترانزستور. الترانزستور احنا عندنا نوعين، باي بولر اللي هو بي جي تي وموسفت. ايه النويز عندنا اللي موجوده في الباي بولر؟ زي ما احنا قلنا الكلام ده ملوش اثبات، بس هنعمله جاستيفيكيشن، يعني هنبرره شويه بحيث ان انت تبقى عندك سنس ايه اللي بيحصل في الدنيا يعني. ف الحاجات اللي هي متعلمه بالاحمر دي المختلفه عن الموديل اللي انتوا تعرفوه. الموديل اللي انتوا تعرفوه ان هو كان فيه ار باي وسي باي واللي هو جي ام، وعندك ار نوت وشويه باراسيتكس مثلا. اللي حصل جديد عندنا ان احنا حطينا شويه سورسز. السورسز دهيت المفروض ان هي بتموديل النويز في الترانزستور بتاعي. في حاجات هتعرفوا تجيبوها بالمعلومات اللي عندكم، وفي حاجات ايه هتبقى اكسبيرمنتال. فالحاجات اللي انتم المفروض تعرفوها اللي انت مثلا عندي البيز ريزيستنس، البيز ريزيستنس دهيت دي بارازيتيك ريزيستنس، فدي فيزيكال ريزيستنس ليها النويز اللي احنا قلناها قبل كده. فدي اول حاجه نوعا ما انتم عارفينها 4 كي تي ار بي وخلاص. زيها زي الكوليكتور ريزيستنس، دي برضو فيزيكال ريزيستنس وليها نويز شبهها، بس احنا عاده بنهملها في معظم المسائل يعني. الترانزستور هو عباره عن تو جنكشن، هو ان بي ان، مظبوط. فاحنا نتوقع طالما انت عندك جنكشن وعندك بارير فيبقى عندك نويز اسمه ايه؟ اللي هو الشوت نويز اللي احنا قلناه. فهم لقوا ان انت ممكن تعمل موديلنج للشوت نويز عن طريق اثنين كرنت سورس، واحد اسمه اي بي، واحد تاني اسمه اي سي.
ودي الكوين بتاعته. فاي بي هتلاقي فيه جزء منه اللي هو ايه الشوك نويز 2 كيو في الاي بي. وكذلك الامر في الكوليكتور كارنت في 2 كيو في اي سي وده اللي هو ايه دي سي كارنت بتاع الكوليكتور. فده يبقى الجزء الثاني اللي هو ايه ممكن انتوا تبقوا متوقعين طالما انت عندك جانكشن يبقى فيه الشوت نويز. الجزء الاخير اللي انتوا يعني ممكن ما يبقاش سهل قوي اللي هو الفليكر والبرست. البرست نويز احنا ما اتكلمناش عنه كتير، ده برده جاي نتيجه زميلكم اللي كان بيسال، ده كان شبيه للفليكر نويز في الرسمه بتاعته ان هو برده بيتناسب مع واحد على اف، والسبب بتاعه برضو يعني احد المصادر بتاعته ان هي جايه من الكونتامينيشن بتاعه الماتيريال. انت عندك ماتيريال فهي برضو بتاتراكت الكترون في وقت عشوائي وبعد كده بتطلعها تاني في وقت عشوائي، فده شبيه ليه. طبعا هما لقوا ان احنا ممكن اكسبيرمنتالي ان احنا ممكن نموديل الفليكر والبرس نويز عن طريق اللي انت تحطه في البيز كارنت. طبعا في مسائل ممكن نقول لك اهمل الفليكر والبرس حسب نوع المساله. الترانزستور الثاني اللي احنا عايزين نتكلم عنه اللي هو الموسفت. الموسفت ده فيري كومن وبرده انتوا عارفين السمول سيجنال موديل بتاعه. السمول سيجنال موديل بتاعه من غير نويز كان هو عباره عن شبيه للبي جي دي الحقيقه. انت عندك جي ام في فولت وعندك ريزيستنس ار نوت وشويه بارازيتك سي جي اس وسي جي دي. اللي يفرق ايه عن الموديل الطبيعي اللي احنا حطينا كمان ايه تو نويز سورسز، واحد عند الجيت واحد عند الدرين. الجيت ده هو النويز اللي فيه شوت نويز. الشوت نويز اللي هي في الموسفت ده هي بتعتمد على الدي سي كارنت اللي ماشي في الجيت. طب هل الجيت بيمشي فيه كارنت؟ بيمشي فيه كارنت اسمه ليكج كارنت. الكارنت ده بيبقى صغير قوي فانتوا عشان كده كنتوا بتهملوه في معظم المسائل. فاحنا هنا برضه هنهمله في معظم المسائل الا لو اتطلب منك، بس انت عارف الايكويشن بتاعته ان هو 2 كيو في الاي ده كده شوت نويز. الدرين فيه نوعين من النويز، في الثيرمال نويز الكون بتاعتها 4 كي تي جاما جي ام. الجاما دي كونستانت حسب التكنولوجي بتاعتك. لو انت عندك لونج شانل ديفايسز اللي هي التكنولوجيز القديمه فانت الترانزستور عندك بيبقى الرينج بالمايكرون فده كونستانت بيبقى 2 اوفر 3. ولو انت تكنولوجي جديده فده النويز بتاعتها بتزيد شويه بيبقى الجاما ده الكونستانت بيزيد لمثلا 2 ل 5. اي سؤال يا شباب؟ طيب تعالوا ناخد ملحوظه جانبيه. في احنا قلنا في الموسفت في نوعين من النويز، نوع ثيرمال ونوع فليكر. الثيرمال ده قلنا ان هو كونستانت مظبوط، وقلنا الباور سبيكترال دينسي بتاعته بتبقى كونستانت اكروس الفريكونسي. والفليكر ده اللي هو احنا قلنا واحد على اف اللي هو بيسموه احيانا واحد على اف. طب انا لو جيت ارسم الايكويشن دي هتطلع ايه؟ اي سؤال؟ طيب لو جينا نرسم التو كيرفز دولت على بعض هيطلع ايه؟ تتوقع هيبقى ايه؟ هيطلع الرسمه دهيت. ليه؟ لان انت الجزء الاولاني انا هنا بحسب التوتال كرنت فانا عندي حاجتين تو كومبوننتس. كومبوننت الاولانيه وانا برسم هنا على اللوج سكيل فالثيرمال نويز قلنا ان هو ايه الكونستانت. الثاني هو بيتناسب مع واحد على اف بس انت لو رسمته مع اللوج سكيل هيطلع ان هو لينير فهيطلع حاجه بالشكل ده. هو يبقى ده ال1 اوفر اف وده اللي هو ايه الثيرمال. فلو انت شغال في وده الفريكونسي وده اللي هو ايه 20 لوج في ان سكوير. فلو انت شغال في الفيري لو فريكونسي مين اللي هيبقى دوميننت؟ هتبقى الفليكر لان هي الواحد على اف هتبقى قيمه عاليه قوي. فانت هتمشي لو انا دلوقتي عايز احسب اللي هو التوتال باور فانا ده هنا هيبقى الدوميننت وبعد كده بعد شويه الدوميننت هيبقى الثيرمال وفي النص هيبقى حاجه كيرفت بالشكل ده. هوت النقطه اللي الكيرفين دولت بيساووا بعض بيسموها الكورنر فريكونسي اف سي. النقطه دي احسبها ازاي؟ بالظبط
لا مش هسيبها بزيرو، انا هقول ان الكوانتيتي الاولانيه بتساوي الكوانتيتي الثانيه. لو الاثنين دول بيساووا بعض يبقى انا جبت اقدر اجيب اللي هي النقطه دهيت. دول اللي عند النقطه دهيت الثيرمال والفليكر بيساووا بعض. تمام؟ فلو سويت التو كومبوننتس دول ببعض اقدر اسمي الفريكونسي اللي طالعه هي الكورنر فريكونسي. لو جيت تحسبها هتطلع بالشكل دهوت. لو عوضت في المعادله لو سويت ده بده وجبت بتحسب الفليكر نويز الكورنر سوري الكورنر فريكونسي هتطلع لك ايكويشن بالشكل ده. طيب الكورنر فريكونسي ده عايزها تبقى حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ كبيره ولا صغيره؟ لا الكورنر فريكونسي ده انا عايزها تبقى صغيره جدا. ليه؟ لان انت في النهايه انت عايز السيركت بتاعتك ما يبقاش فيها نويز. فانت احسن حاجه عندك ان انت لو قدرت تبوش الكورنر فريكونسي دهيت لحاجه صغيره جدا هتبقى الكيرف عامل حاجه زي كده. فيبقى انت كده معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت عندك باندوس اكبر ما فيهوش نويز، لان الفليكر نويز هنا بتبقى كبيره جدا. فانت عايز كل ما تبوش الكورنر فريكونسي لو خليتها صفر يا سيدي هتبقى احسن حاجه. يعني يبقى انت كده ما عندكش تاثير كبير للفليكر نويز. طب لو انا بتكلم في الالكترونكس احسنها ازاي؟ ايه البارامترز اللي عندي اللي انا اقدر العب فيها واحسن الكورنر فريكونسي دهوت؟ نعمل ايه؟ بالظبط زي ما انتوا قلتوا اللي انا عندي في المقام دبليو ال. فلو انا كبرت الاريا بتاعت الترانزستور جدا يبقى انا كده بحسن الكورنر فريكونسي. خسرت حاجه ولا لا؟ احنا قلناها المره اللي فاتت. خسرنا ايه؟ اللمضه بتزيد. طب ما هي اللمضه بتزيد دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ بالظبط زي ما زميلكم هنا قال الاريا بتزيد. ولو انت رجعت للكورس بتاع السنه اللي فاتت هتلاقي ان البارازيتكس اللي هي الكاباسنس اللي انتوا درستوها بتتناسب مع الاريا. فانت لو عندك اريا كبيره يبقى معنى كده ان البارازيتكس كبيره يبقى انت كده معنى كده ايه؟ ان الترانزستور البرفورمانس بتاعه هيبقى بطيء. واضح يا شباب؟ البارازيتكس اعرفوا دايما ان هي بتتناسب مع الاريا، لان هو في النهايه البارازيتكس هي ما هي الا كاباسنس. فانت كل ما تكبر الاريا الكاباسنس بتزيد. تعالوا يا ريت بقى الناس تصحى لان الجزء ده هو لو فهمته يبقى انت كده ايه؟ خلصت. يبقى انت كده فهمت كل حاجه في النويز. عايزين نعرف نتعامل ازاي مع مسائل النويز اللي في الالكترونكس. اول حاجه انت عايز تشوف النويز بيرفورمانس، فانت عايز تحسب الاوتبوت نويز في عدم وجود الانبوت. فانت هتشيل جميع الانبوت سورسز اللي عندك. لو هي زي ما كنت بتعمل في السمول، لا مش زي ما كنت بتعمل في السمول سيجنال مود، هتختلف شويه. لو انت عندك فولتج سورس بتعمل فيه ايه؟ لو انت عايز تشيله بتشورت. ولو انت عندك كرنت سورس بتعمل له اوبن سيركت. فاول حاجه هتشيل كل الانبوت سيجنال اللي عندك لان انت عايز تشوف النويز كونتريبيوشن بس. الخطوه الثانيه ان انت بترسم السمول سيجنال موديل. ولو انت شاطر وعايز تحل المساله على طول باي انتويشن اللي هو يعني على طول كده تبص على السيركت وتحسب النويز على طول مفيش مشكله. وبعد كده الخطوه الثانيه اللي انت بتحط كل النويز سورسز اللي احنا اتكلمنا عليها. فانت هتشوف مثلا ترانزستور انت عارف الموديل بتاعه ايه هتحطه، بي جي تي عارف الموديل بتاعه، موسفت هتحط الموديل بتاعه، لو عندك مثلا ريزيستنس، عندك دايت، وات ايفر الكومبوننت هتحط ايه الايكويفالنت موديل بتاعها للنويز اللي احنا اتكلمنا عنه. نعم ايكويشنز. خلينا نفكر فيها بس دلوقتي، خلينا نشوف لو هي معاك هتعمل بيها ايه. الخطوه اللي بعد كده هتبص على المساله وتشوف، هتلاقي عندك نويزز كتير قوي، مصادر النويز كتير قوي، هتشوف منها هل هما كورليتد ولا ان كورليتد. تمام؟ وانت عارف لو هما ان كورليتد هتجمع باور، لو هما كورليتد هتجمع فولتج. بس هنت ليكوا يعني هي معظم المسائل هتبقى ان كورليتد، بس ده ما يمنعش ان ممكن تبقى في حاجه ايه كورليتد. امتى هيبقوا كورليتد؟ لو انت مثلا عندك مصدر نويز واحد مثلا، ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. لو عندك مثلا اكس ان
ده مصدر وحيد للنويز و ليه تو باثز، والتو باثز دولت مثلا مضروبين في الترانسفير فانكشن هنا مثلا اتش 1 وهنا اتش 2 تمام. هيبقى في النهايه هيبقى لا مش كده قوي، مش كده قوي. هي الكورليتد نويز عاده بتبقى انا ممكن اديكوا اكزامبل في الاخر على الكورليتد نويز، بس هو الحقيقه ما بيبقاش سهل قوي يعني. طب خلونا مؤقتا هنفترض يعني لما نيجي نحل مساله، احنا دلوقتي ناقشنا الانكوريت، انا ممكن اديكوا اكزامبل في الاخر لو مثلا في حاجه كورليتد هنعمل فيها ايه او هتبان ازاي ان هي كورليتد. الخطوة الثانية بعد المرحلة ده هي الموضوع بيتحول ل بعد ما حطيت المودلز بتاعت النويز، الموضوع بيرجع سيركت تقليدية جدا اللي انتوا عملتوها ايه طول الشهور اللي فاتت يعني، وتحسب الاوتبوت نويز المين سكوير فاليو بتاعتها. المين سكوير فاليو بتاعتها اللي هتطلع هتطلع لك فانكشن في الفريكونسي، لان انت عندك حاجات كتيرة فانكشن في الفريكونسي، والنويز حتى المودلز بتاعتها فيها كومبوننتس كتيرة ايه بتعتمد على الفريكونسي. لو انا طلبت منك ان انت تحسب الاوتبوت باور التوتال بقى اوتبوت باور، ساعتها هتعمل انتجريشن للاكسبريشن المعقد اللي هيطلع لك في الاخر. الخطوه الاخيره ده هي هنتكلم عنها كمان لحظات، بس ده برضو مطلوب احيانا بيتطلب ان انت بتقسم على الجين علشان تحسب حاجه اسمها الانبوت ريفيرد نويز كفولتج او كارنت، ودي هنتكلم عنها في السلايد الجايه، بس انا قلت الخصها لكم هنا ايه عشان تبقى فور كومبليتنس. تعالوا ناخد مثال، تعالوا ناخد ابسط مثال في الدنيا اللي هو كومن سورس، وعايزين نحسب له الاوتبوت نويز. وانا هنا قلت لك ايه كونسيدر الثيرمال وفليكر والجيت نويز. اول خطوه نعملها ايه؟ هنرسم السمول سيجنال موديل لو انتوا لسه مش متعودين على المسائل يعني، ولو انت شاطرين بتحط على طول ايه المودلز اللي هي الايكويفالنت سورسز للنويز في السيركت الاصليه في الترانزستور. فانت هنا عندك كام حاجه بيطلعوا لك نويز؟ كام؟ ثلاثه. عندك الترانزستور اللي احنا عارفين الموديل بتاعه بالنويز، وعندك سورس ريزيستنس، وعندك اللود ريزيستنس. دي اول حاجه. الخطوة الثانية اللي هي implicitly برضو ان احنا يعني لما تيجي تحط النويز سورسز تشوف لو انت مثلا عندك resistance تحطها parallel ولا series اللي هي الايكوفلنت موديل بتاعها. فانت عندك الار اس، احنا هنا طالما ان هي series فحاولنا ان هي تبقى اسهل لو انت حطيته ايه ان series. فادي اول مصدر المصادر النويز اسمه في اس سكوير، وقيمته اللي احنا عارفينها ايه 4 كي تي ار اس، زيها بالظبط ار ال، بس ار ال هنا لقيناها عند متوصله يعني ايه ان بارلل. فدي كده بالخبره بعد كده هتبقى عارف مثلا انت تحط الموديل ان سيريس ولا ان بارلل. فهنا هتلاقوا ان الاسهل اللي احنا لو حطينا لو عملنا موديل للنويز بتاعت الريزيستنس كانها ايه كرنت سورس، لان انت هتلاقي لما الخبره هتلاقي ان انت ايه الحاجات دي بتتجمع ان شانت. فده تاني مصدر من مصادر النويز، ولو انت رجعت للمحاضرات هتلاقي ان النويز بتاعته بيساوي 4 كي تي على ار. الجزء الثاني اللي هو بتاع الترانزستور عندك نوعين، سورس عند الانبوت اسمه اي جي، وسورس عند الدرين درين كارنت اسمه اي دي، والقيم بتاعتهم موجوده عندك ايه اللي هي ايه في السلايدز اللي فاتت اي دي واي ال. وهنا ده بس لو حد ما حد مش شايفها في السيركل الاولانيه، ده السمول سيجنال موديل اللي احنا بس فردناه يعني. فده الجزء اللي في النص ده هو ده الخاص بالترانزستور، وعندك ار ال وعندك ار اس دولت ايه اللي هم متوصلين للترانزستور بتاعك. دي كده ايه تاني خطوه. اي سؤال شباب لغايه دلوقتي؟ مش هيمشي فيها كرنت؟ اللي هي ار اس؟ بالظبط. ما هي دي هنقولها كمان دقيقه. هي دلوقتي
احنا مفترضين ان في ليكج كارنت، فلو في ليكج كارنت الترم ده هوت هيبقى موجود، لان انت هيبقى عندك دي سي كارنت، بس الكارنت طبعا هيبقى صغير قوي. بعد كده هنقول هنهمل الدي سي كارنت دهوت، وبعد كده ايه هيبقى الترم ده مهمل في السلاس اللي بعد كده يعني. طيب يبقى احنا كده رسمنا السمول سيجنال موديل وحطينا المودلز بتاعه النويز. الخطوه اللي بعد كده دي كده خلاص، دي كده بعد المرحله دهيت رجعنا للسيركت العاديه خالص، عايز احسب في اوت زي ما بحسبها في اي مساله ملهاش علاقه بالنويز يعني. قبل ما نبدا احنا قدامنا طريقين، طريق صعب شويه وطريق اسهل. احنا ممكن نحسب الاوتبوت نويز في وجود السورسز الكتيره دهيت، بس في تريك ممكن تسهل لنا الدنيا شويه. ايه هي؟ حد عارف؟ احنا قلنا كتير، اللي هي السوبر بوزيشن. احنا دلوقتي الخطوه اللي بعد كده، هل في اي حاجه من النويز سورسز دولت كورليتد؟ لا. ليه؟ لان هي اما ان هي ديفرنت كومبوننت، ديفرنت ريزيستنس او ديفرنت ترانزستور، او ان هي جايه من ديفرنت ميكانيزم، اللي هي مثلا ده واحد جاي ثيرمال والتاني فليكر، حاجه بالشكل ده. فهنا التريك اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت هي ايه؟ سوبر بوزيشن. فانت ممكن تحسب الاوتبوت باور عن طريق ان انت تجمع الباور بتاعت اللي طلع لك من السورس الاولاني، وبعد كده تجمع الباور اللي طلع لك من السورس الثاني، والتانيين تشيلهم وهكذا، علشان بس تبسط الدنيا شويه. فتعالوا نشوف الكلام ده هيتطبق ازاي. وانا سيبها تطعيم. اول حاجه تعالوا نشوف، اي سؤال يا شباب؟ اول نويز تعالوا نشوف مثلا نتيجه الار اس. فانا عايز احسب النويز نتيجه السورس ده بس، وهشيل جميع النويز الثانيه. فالاي جي ده هعمل فيه ايه؟ هيبقى اوبن سيركت، مظبوط؟ والجميع الكرنت سورس هتبقى اوبن سيركت، ودولت هيبقوا موجودين على طول لان ده جزء من الموديل. فلو انا بسطت الموديل هيبقى حاجه بالشكل دهوت، هيبقى عندي في اس متوصل بار اس، وفي هنا سي جي اس اللي هو الترانزستور موديل الطبيعي، وعندي ار ال في الاوتبوت، وانا سميت الواحد على سي جي اس سميتها زد عشان بس تتبسط الدنيا شويه. طيب وعايز احسب الاوتبوت فولتج عادي في المساله دهيت. المساله دي سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. ليه؟ هتقول الكار الفولتج هنا بيساوي ماينس جي ام في جي اس مضروب في الريزستنس دهيت. دي اول حاجه. وبعد كده انت عايز تجيب الفي جي اس بدلاله الفي اس اللي هي الانبوت بتاعك، فهتبقى بوتنشال ديفايدر عادي، بتقول في اس مضروب في الزد على زد زائد ار. وبعد كده الخطوه الثانيه انت هتعوض في الاكسبريشن دهوت الاولاني، هتبقى ماينس جي ام في ار ال في الفي جي اس اللي احنا ايه لسه كاتبينها دلوقتي، اللي هي زد على زد زائد ار اس في اس. احنا يعني الريزون بيهايند ات ان انت يعني بتحسب، يعني هي دي الاصل المساله اللي احنا كنا بنحسب الترانسفير فانكشن، وبعد كده تضربها ايه في المين سكوير فاليو بتاعت السورس. بس احنا على طول بقينا يعني هنا اختصرناها شويه، ما بقيناش نفردها يعني، فبقينا بنحسب الاوتبوت فولتج وبعد كده بنحسب المين سكوير فاليو على طول. بنحسب المين سكوير فاليو هنعمله ازاي؟ ان انت هتقول هحسب ماجنتيود الكلام ده هو سكوير، تمام، وهضربه في المين سكوير فاليو بتاعت الانبوت اللي هو في اس سكوير. واضح شباب جبنا المعادله دي منين؟ اي سؤال؟ طيب كده حسبت النويز كونتريبيوشن نتيجه اول نويز سورس. هنقعد نمشي كده بقى ايه سورس سورس. السورس الثاني هو الشوت نويز اللي هو اللي احنا كنا عاملينه موديل باي جي. ولو رجعت لاصل المساله هتقعد بقى ايه، لو انت مثلا عندك هنا في اس هتبقى بزيرو، لو عندك هنا اي كارنت سورس تاني هيبقى اوبن سيركت، وتحسب النويز كونتريبيوشن نتيجه الاي جي بس. المساله دي سهله برضو ولا صعبه؟ سهله. هتقول نفس الكلام، هتبقى ماينس جي ام في جي اس، ده الاوتبوت فولتج بتاعي مضروب في ار ال. والفي جي اس هنا هحسبها ازاي؟ انا عندي كارنت سورس مضروب في حاجتين ان بارل، اللي هو الكاباستور ده هو in parallel resistance اللي هو ال RS parallel الواحد على CGS. فهتلاقي هو ده اللي هو VGS بتساوي الكرنت مضروب في ده في ده على ده زائد ده.
وبعد كده احسب المين سكوير فاليو بتاعه الاوتبوت اللي هو هيبقى اي جي سكوير اللي هو مين سكوير فاليو مضروب في الماجنيتيود بتاع الكلام ده هو التربيع. اي سؤال يا شباب؟ طيب طالما الناس زهقت فاحنا ممكن نمشي الموضوع اسرع برضو، يعني انت مش لازم تمشي ستيب ستيب. لو انت مثلا لقيت حاجه سهله زي كده، انت عندك اي جي واي ال مجموعين على بعض، فانت مش لازم بقى تقعد تمشيها بالتفصيل. فانت ممكن تقول خلاص انا عايز احسب الاوتبوت نتيجه في نتيجه التو سورسز دول، فخلاص هيبقى المجموع بتاعهم اي دي زائد اي ال مضروب في الريزيستنس. وبعد كده لو انت عايز تحوله، لو عايز تجيب المين سكوير فاليو اللي هو التربيع الكلام ده اهوت، فهيبقى اي دي زائد اي ال كل سكوير مضروب في ار ال سكوير. بس اي دي زائد اي ال احنا عارفين ان هم انكورليتد، فانت لو انت عايز تفك الاكسبريشن ده اهوت هيبقى اي دي سكوير زائد اي ال سكوير بس. احنا هنا جمعنا باور. في النهايه خالص انت عندك في اوت 1 في اوت 2 في اوت 3. لو انت عايز تحسب التوتال باور هتجمع كل الاكسبريشنز اللي فاتت. اي سؤال؟ تجمع سورسز يعني ايه؟ اه طبعا هو بس يعني احنا ما ده اللي هنعمله في الاخر خالص. يعني انت لو انت زهقت ممكن فعلا تقوم بص على المساله وتعملها بالنظر. يعني احنا بس هنا مشيناها بالتفصيل، بس يعني لما تاخدوا اكسبيرينس بالموضوع ممكن تحل المساله كلها في سطر واحد، يعني مفيش مشكله. طيب احنا ماشيين كويس. احنا لغايه دلوقتي حسبنا ايه في مسائل النويز؟ حسبنا الاوتبوت نويز كباور، مظبوط؟ هل ده كافي اللي انا اوصف بيه مسائل النويز اللي عندي ولا لا؟ تعالوا ناخد اكزامبل ونشوف هل كافي اللي انا مثلا لما ابص على الاوتبوت نويز بتاع السيركت اقول ان النويز بيرفورمانس بتاعي كويس ولا لا؟ تعالوا نشوف. فالمساله اللي عندي هنا ايه؟ او ده مش مساله، ده مجرد بس ثوت بروسيس عشان نعرف ايه اهميه الانبوت ريفيرد نويز. فافترضوا ان انا عندي تو امبليفايرز ورا بعض. الاولاني ده شبه اللي احنا حليناه من ثانيه، نويزي امبليفاير، وفي واللي هو مجرد سمبل ايه كوماند سورس. تخيلوا ان انا بعد كده حطيت ايديال امبليفاير. ايديال من ناحيه ايه؟ ايديال دي في حد ذاتها كلمه مش دقيقه. اللي انا اقصده هنا ان هو نويزليس، ان هو امبليفاير ما فيهوش نويز، تمام؟ وعايز احسب الاوتبوت نويز في الاخر خالص. احسبها ازاي؟ لو فرضنا ان حد حل المساله وحسب النويز عند النقطه دي وسماها في ان اكس، وكان ليها الباور في ان اكس مين سكوير فاليو بتاعتها في ان اكس سكوير، الاوتبوت نويز هتبقى بتساوي كام؟ بالظبط هتبقى اي 1 سكوير مضروبه في الانبوت نويز. ده مجرد امبليفاير طبيعي جدا يعني. سؤال ولا؟ طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي يحصل لو انا زودت قيمه الجين دوت. ايه اللي هيحصل للنويز الاوتبوت نويز بتاعتي؟ هتزيد، مظبوط؟ بس احنا بنقول ان ده نويز ليس امبليفاير، فده المفروض ما بيطلعش نويز. بس لما الجين بتاعه زاد زود لي النويز. فدي حته مضلله ولا لا؟ ان امبليفاير بريء ما عملش حاجه نويز ليس، وبتزود الجين بتاعه الاوتبوت نويز بتزيد. فدي حته ممكن تبقى مضلله، ان هي مش معنى ان في المثال ده هوت مش معنى ان انا مثلا لقيت ان الاوتبوت نويز زادت اللي انا اقدر اقول على طول ايه ان الامبليفاير ده وحش. والسبب اهو احنا قلنا ان ده الامبليفاير ما كانش بيطلع نويز، ولما زودت الجين بتاعه زود لي الاوتبوت نويز. الخدعه هنا في ايه؟ لا الاوتبوت الاولاني ما قلش. الخدعه ببساطه ان احنا نسينا نبص على السيجنال. هو صحيح ان انت هنا عندك نويز والنويز دي زادت بالقيمه ده هي A1، مظبوط؟ بس انت عندك برضو سيجنال اللي هي السيجنال الحقيقيه اللي هي مسميها هنا V سيجنال اوف اكس. طب ما السيجنال دي هي كمان هتزيد بنفس القيمه، ف
فلو انا كنت بصيت بقى على المتريك، يعني دي كانت المحاضره الاولانيه كنا اتكلمنا في الاول دردشنا، قلنا ان انا يهمني في النهايه السيجنال تو نويز ريشيو. فلو انا جيت ابص هنا عند على السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت هتطلع هي هي ولا لا؟ هتطلع هي هي ولا لا يا شباب؟ هي هي ليه؟ بالظبط، لان انت هنا النويز انضربت في جين اي 1 والسيجنال هي كمان انضربت في نفس الجين، فانت لو انت قسمتهم عند الاوتبوت الجين هيطير. فيبقى ده احد الحلول، اللي انا احسب السيجنال تو نويز ريشيو، فدي هتديني زي ايه قيمه معبره اكتر للنويز بيرفورمانس بتاع السيركت بتاعتي. دي طريقه. الطريقه الثانيه يقول لك لا، يعني اللي انا احسب السيجنال تو نويز ريشيو عند الاوتبوت حساباتها معقده شويه، هقعد احسب السيجنال واحسب النويز، فدي هتاخد وقت شويه. الحل الثاني ان انا اعمل المقارنه عند الانبوت، يعني قارني السيجنال، ما هي دي السيجنال كانت جايه من هنا، فلو انا بصيت على النويز قبل ما اضربها في الجين دي برضو هتبقى قيمه معبره. ليه؟ لان انا لما اجي احسب النويز هنا مثلا مش هتبقى معتمده على الجين، فدي خلاص المقارنه هتبقى فير كومبارزون، قارني النويز بتاعه الانبوت بالسيجنال اللي عند الانبوت، فيبقى هنا ايه مش محتاج احسب حتى سيجنال تو نويز ريشيو، لان انا على طول بقارن بالسيجنال بتاعتي اللي جايه. انا هنا بس يعني انا قلت هنا الانبوت ده مجازا، بس في النهايه الانبوت هيبقى في الاول، فانا في الاخر خالص هقول لا انا عايز احسب لي الايكويفالنت نويز عند الانبوت واعمل المقارنه عند الانبوت. وده الحقيقه بيميك سنس. ليه؟ لان انا اصلا لو حد فكر لها بطريقه ثانيه، انا السيجنال عندي ضعيفه تمام، السيجنال ما هو ده في النهايه بتتكلم على حاجه ليها علاقه بالنويز، فانت يهمك السيجنال الضعيفه، لو سيجنال كبيره خلاص ما فيهاش مشكله نويز قوي يعني. بس فانت لما تكون السيجنال جايه لك ضعيفه فانت يهمك تعمل المقارنه والسيجنال ضعيفه، لو السيجنال كبرت خلاص ساعتها بقى ايه اللي حصل حصل، يعني النويز ساعتها مش هتبقى سيجنيفيكانت او الا لو بصيت على السيجنال تو نويز ريشيو. فاحنا هنا بس عشان نلخص الموضوع، ان انت ما اللي انت لو انت بصيت على الاوت نويز لوحدها ده مش كافي، قدامك حاجه من اتنين، اما تحسب السيجنال تو نويز ريشيو عند النقطه اللي انت عايز عند النقطه المهمه بالنسبه لك اللي هي مثلا عند الاوت، او ان انت تحسب الانبوت ريفيرد نويز، عشان لما انت بتحسب الانبوت ريفيرد نويز ما بتعتمدش على الجين. اي سؤال؟ هنتكلم برضو ده اللي احنا كنا بنقوله من دقيقه، ان انا عندي هنا مثلا سيركت شبه اللي احنا لسه حلينها، اللي احنا قلنا عندي نويز سورسز كتيره متنطوره في السيركت وبتطلع لي نويز معينه. قال لك لا انا عايز اموديلها بحاجه بسيطه بنويز للسيركت، السيركت ده ما فيهاش اي نويز خالص، واعمل لها موديل بفولتج سورس واحد، والفولتج سورس واحد ده بيعمل موديل لجميع انواع النويز اللي في السيركت. فاحسب قيمته ازاي؟ او يعني قبل ما احسب قيمته ازاي؟ لازم المتريك بتاعي عشان اقول ان الموديل ده صح، لازم اقول ان الاوتبوت نويز اللي انا حسبتها من السيركت الاصليه لازم تبقى هي هياها الاوتبوت نويز بالموديل اللي انا بقترحه دوت، اللي هو عباره عن فولتج سورس وحيد وده بيموديل كل سورس. فانت لو بصيت على الاوتبوت نويز هنا او هنا مش هتحس بفرق. ولسه هنشوف الانبوت نويز سورس ده بيتحسب ازاي. الحقيقه في مميزات ثانيه اللي احنا نحسب الانبوت ريفيرد نويز. احد المميزات انتوا لسه ملاحظينها ان احنا قعدنا نحل في المساله تلت ساعه تمام، فلو انت بتتعامل ولو مساله معقده هتقعد فيها ثلاث ساعات. لو انت بتتعامل مع حد مثلا في السيستم ليفل، حد مثلا بيدرس كوميونيكيشن او حاجه، انت عايز توصف له المساله بطريقه سهله، مش عايز بقى تقعد تقول له هنا في ثيرمال وهنا في فليكر والشغل ده. فانت الموديل اللي على اليمين ده هو اسهل بكتير ان انت تديه لواحد مثلا حتى لو خبرته في الالكترونكس مش عاليه يعرف يتعامل بيه كسيركت موديل في السيستم بتاعه، فدي ميزه. وبرده لو مثلا لو حد مش عايز يديك التفاصيل بتاعت السيركت بتاعته، في مثلا واحد عمل امبليفاير جديد ومش عايز يشرح لك التفاصيل بتاعته، بس انت عايز تعرف النويز بتاعته قد ايه، فهو الاسهل بالنسبه له او ان هو المور سيف ان هو يديك حاجه زي اللي على اليمين ده، ان هو يديك بس سورس وحيد وما يتدخلكش في تفاصيل السيركت خالص، ويقول لك ادي السيركت وادي النويز موديل بتاعه. وزي ما احنا قلنا ان
ان الانبوت ريفيرد نويز هي على فكره هي بكل سهوله ان انت لو انت حسبت الاوتبوت نويز هتقسمه على الجين ده كده اسمه الانبوت ريفيرد نويز. فانت لو انت عندك لو انت حسبت الاوتبوت نويز اللي احنا لسه حاسبينه في المساله اللي فاتت دي وقسمته على الجين يبقى انت كده حسبت الانبوت ريفيرد نويز. الانبوت ريفيرد نويز ده برضو احيانا في ناس بتسميه مينيمم ديتكتبل سيجنال اللي هو اقل سيجنال تقدر الريسيفر بتاعك يستقبل. ده عامل زي ايه في الحقيقه؟ يعني هل في انالوجي بنشوفها على طول؟ حد يقترح حاجه؟ عامل زي ودانكو يا جماعه، ما هي ودانكو دي في النهايه ريسيفر مظبوط؟ فلو انت مثلا حد بيكلمك وبعد كده قاعد يقلل في الصوت يقلل في الصوت، اقل صوت تقدر تسمعه ده المينيمم ديتكتبل سيجنال. فهو الانالوجي بتاعته في الالكترونز هو في ان اي. بس طبعا ايه يعني هي الكونسبت واحده بس الهاردوير مختلف. ماشي. فاحنا لو رجعنا للمساله اللي فاتت وحبيت احسب الانبوت ريفير نويز اعمل ايه؟ عادي انا حسبت هو هنا بس انا عملت اكتر من حاجه. احنا هنا عشان بس انتوا دايما ملاحظين ان الاكسبريشنز بتاعت النويز بتبقى معقده ودي حقيقه دي ملهاش يعني ملهاش حل قوي لان هي ده الموديل يعني. ما هو انا مش انا اللي عامل المودلز فانا انا لو عملتها كنت هبسطها بس يعني هي في الغالب هتيجي كده يعني ملهاش حل تاني فهي المسائل سهله بس الاكسبريشنز اللي في النهايه هي اللي بتبقى يعني معقده شويه. سيبكم من الامتحان دلوقتي المهم تفهم وبعد كده نشوف الامتحان ده بعدين. هنا بس كنوع من التبسيط ان احنا قلنا وانت بتحسب الاوتبوت نويز في المساله اللي فاتت كان زميلكم هنا في الاخر قال ايه انا مش الشوت نويز دي المفروض ان هي مش مؤثره قوي مفيش جيت كارنت مظبوط. فاحنا هنا عملنا الابروكسيميشن دوت اللي احنا شلنا الكونتريبيوشن بتاعت الجيت نويز واهتمينا بس ايه بالثيرمال نويز في الاي دي واي ال ده مجرد بس ابروكسيميشن وحتى شلنا النويز كونتريبيوشن اللي جاي من السورس ريزيستنس مجرد ابروكسيميشن. ولو رجعت تعوض في المساله هتلاقي الاكسبريشن دهوت 4 كي تي جاما جي ام في ار ال زائد 4 كي تي ار ال مضروب في دلتا اف. طيب المساله دي انتوا خدتوها قبل كده عايز يا شباب؟ طيب المساله دي لو في ابروكسيميشن تاني عايزين نعمله يبقى احنا كده اهملنا الشوت نويز وبرده عايزين نهمل الكاباسنس اكننا نتعامل مع فيري لو فريكونسي. اللي فيها ايه؟ 4 كي تي جام جي ام دي بتاعت ترانزستور. يعني لو انت رجعت 20 سلايد ورا هتلاقي ان احنا كنا قلنا الاكسبريشن دوت 4 كي تي جاما جي ام تمام؟ أو أنا عارف يا شباب إن هو يعني أحيانا لما الحاجة تبقى اكسبيرمنتال والاكسبريشن يطلع في النهاية معقد دي ما بتبقاش مريحة قوي بس هي يعني هي النويز أناليسيس دي أصلا بتعتبر من الأدفانسد توبكس وإحنا هنا مغطيينها في محاضرتين يعني وهي في الحقيقة أنت ممكن تشرحها مثلا في 60 محاضرة يعني وهتسمعوها تاني في كورسات كثيرة جدا في المستقبل يعني لو حد مثلا خد أدفانسد إلكترونكس هتلاقي بقى النويز دي مشروحه من كذا جهه يعني مثلا احنا دلوقتي بنشرحها من الكترونكس برسبكتيف هتاخد كورس تاني هيشرحها لك من الكوميونيكيشن برسبكتيف هتاخد كورس تالت هيشرحها لك من الديفايسز برسبكتيف فاحنا هنا بناخد قشور جدا ان احنا ايه ما بندخلش في اعماق الحاجه يعني تمام. طيب نرجع تاني للمساله بتاعتنا ان احنا عايزين نحسب الانبوت ريفير نويز فاحنا المساله اللي فاتت حسبنا شباب سؤال؟ ماشي فاحنا حسبنا النويز عند الاوتبوت وانا عايز احسبها احسب النويز عند الانبوت اعمل ايه؟ عادي زي ما بتحل اي مساله عادي عندك الاوتبوت وعندك الانبوت فانت عايز تحول من الاوتبوت للانبوت هتقسم على الجين مظبوط؟ طيب الجين بتاع المساله دي بيساوي ايه؟ لو انا قلت ان الزد انبوت بانفينيتي يعني الانبوت امبيدنس بتاعت الترانزستور انفينيتي الجين هنا عباره عن ايه؟ جي ام فار ال مظبوط ده كده الجين كفولتج جين بس
اللي احنا هنا حاسبينه كان باور في ان سكوير. فلو انا عايز احسب الانبوت ريفيرد نويز كان باور كوانتيتي يعني، يبقى هقسم على الفولتج جين ايه سكوير. واضح يا شباب؟ وهيطلع لي الاكسبريشن دهوت. في هنا ملاحظه ثانيه عشان بس تحسسكم باهميه الانبوت ريفيرد نويز. لو انت كنت بصيت على الاكسبريشن ده بس اللي هو الاوتبوت نويز، وقلت لك انا عايز احسن النويز بيرفورمانس بتاع الامبليفاير، اعمل ايه في الجي ام او في الار ال مثلا؟ هقللها، مظبوط؟ طب انا لو بصيت في الانبوت ريفير نويز وبصيت على نفس الكوانتس جي ام وار ال، هعمل فيهم ايه؟ ازودهم. طب نعمل انهي واحده فيهم؟ نقللهم ولا نزودهم؟ او ايه هنا الخدعه في المعادله؟ بالظبط بالظبط، ان احنا هنا المعادله دي زي ما احنا اتكلمنا من دقائق ان المعادله دي خادعه شويه، لان هي بتحتوي على معلومتين، معلومه النويز اللي انتوا صحيح ماشي هي النويز هتقل، بس انت في نفس الوقت قللت الجين بتاع السيركت، لان احنا قلنا ايه؟ ان الجين بيساوي جي ام في ار ال سكوير، فانت قللت صحيح النويز بفاكتور، بس قللت الجين ايه؟ بفاكتور اكبر بكتير، فانت كده ما حسنتش المساله قوي. فانت كان قدامك حل من اثنين، اما ان انت تبص على الانبوت ريفيرد نويز وتقول خلاص دي اللي انا بقارنها بالانبوت بتاعي اللي هو كونستنت اللي هو جاي من اللي هو داخل الريسيفر، وخلاص دي المعادله الاوقع. لو انا كنت عايز ابص للمعادله دهيت دي لوحدها ما كانش كافي، لازم كنت احسب السيجنال تو نويز ريشيو. وهتلاحظ بقى لو انت لو دخلت بقى السيجنال بتاعتك ساعتها بقى ايه؟ هتلاقي ان السيجنال نفسها كانت بتزيد بالفاكتور ده هو جي ام في ار ال سكوير، والنويز كانت بتتناسب مع جي ام، فهتلاقي فعلا ان انت فعلا كنت السيجنال تو نويز ريشيو كانت هتتحسن لو انت كنت زودت الجي ام. بس المعلومه دي المعادله دي لوحدها كانت خادعه، لان احنا هنا بصينا على النويز بس بس اهملنا ان السيجنال هي كمان بتزيد عند الاوت. تمام يا شباب؟ اي سؤال؟ فانت الكي بوينت اللي انت لازم تعمل المقارنه في المكان الصح، اعملها عند الانبوت وقارن النويز بالسيجنال، دي حاجه. لو انت عايز تعملها عند الاوت مفيش مشكله، بس لازم تدخل معاها ايه؟ حسابات السيجنال بتاعتك. هو المحاضره دي قربت تخلص ولا فاضل 3 دقائق؟ طيب الحقيقه انا ضحكت عليكم شويه ان انا قلت ان احنا ممكن نموديل النويز بفولتج سورس واحد. هل حد يعرف يطلع خطا في الكلام ده؟ نعم؟ لا مش سوبر بوزيشن، في خدعه بس انا هقولها بقى بسرعه عشان الوقت. لو انا مثلا في المساله الاولانيه كان عندي سورس ريزيستنس، سورس ريزيستنس عاديه خالص، وفرضنا في المساله اللي فاتت ان السورس ريزيستنس ده كان بانفينيتي، وبصيت على الاوتبوت بتاع المساله كنويز، هتلاقي في نويز طلع في الاوتبوت ولا لا؟ هتلاقي في نويز لو بصيت على الاكسبريشنز اللي فاتت. لو انت شلت الار اس خالص هتلاقي في نويز نتيجه الار ال مثلا ونتيجه الثيرمال كومبوننت بتاعت الترانزستور، مظبوط؟ طيب لو جيت تبص على الموديل اللي احنا بندعيه اللي هو كان فيه فولتج سورس وحيد، لو انت حطيت الريزيستنس دي بانفينيتي ايه اللي هيحصل؟ هل في هنا هل الموديل بتاعنا ده هيطلع اوتبوت نويز ولا لا؟ لا. ليه؟ لان السورس ده هوت بقى فلوتنج، انت عندك فولتج سورس متعلق في الهواء، فانت لو بصيت على السيركت ده الاوتبوت بتاع الموديل هتلاقي ان هو ما بيطلعش نويز، في حين ان السيركت الاصليه مطلعه نويز. يبقى ايه؟ يبقى كده في مشكله. يبقى انتوا كده المفروض ما كنتوش تصدقوني لما انا قلت لكم ان احنا ينفع نموديل النويز مجرد بفولتج سورس. حد كان ممكن يطلع المشكله دهيت، يقول لك لو انت حطيت سورس ريزيستنس كان بانفينيتي مش هتقدر تخلي التو سيركت دولت ايكويفالنت. الحل ايه؟ بسرعه يا شباب، الحل ايه؟ نعدل ايه في الموديل علشان يحل المشكله دهيت؟ بالظبط، نحط كارنت سورس. ليه نحط كارنت سورس؟ لان حتى لو ريزيستنس دي بانفينيتي وانا حطيت كارنت سورس، فالكرنت ده هوت هيخش للسيركت عندي، مظبوط؟ لان السيركت ده هي فاينايت امبيدنس، فالسيركت ده هتطلع اوتبوت نويز هي كمان، فيبقى كده في احتماليه
ان الموديل بتاعي اللي انا بدعيه ان هو يشتغل. الاول ما كانش ينفع خالص يعني. بس في مشكله، افترضوا ان السورس ريزيستنس كانت بصفر، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى العكس، لو حطيت السورس ريزيستنس بصفر هتلاقي ان الكرنت سورس ده كله مشي فيه الريزيستنس ده هي تمام، والسيركت بتاعتي ما بقتش بتطلع نويز. يبقى كده الموديل ده كمان ناقص، يبقى الحل ايه؟ بالظبط، هنحط الاثنين. ده كده الموديل الكومبليت اللي احنا نحط فولتج وكرنت، وكل واحد احنا بس شفنا الاكستريم كيس ان ار اس يحصل لها ايه لو كانت بتفاتي او لو كانت بصفر. بس في اثبات احنا مش هنخش فيه، ان الموديل ده كافي ان هو يوصف السيركت عندك لو هي سواء كان في الاكستريم كيسز او في اي حاله يعني. بس احنا هنا في الكورس بتاعنا مش هنخش في التفاصيل قوي ازاي نحسب الحاجه ديت. هنفترض ان هو هنكتفي باللي هو حسابات الانبوت فولتج بس، وهنأجل ان انت ازاي تحسب الفي والاي للكورسات اللي جايه. طيب هو كده المحاضره خلصت، بس الوقت خلص بس المحاضره ما خلصتش، فاحنا ممكن ان شاء الله العيد الاسبوع الجاي، فكل سنه وانتم طيبين، ونكمل ان شاء الله بعد العيد.